والله اخوتي ما شهيتكم واحد هذا خصها خبز ديال المغرب. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال يا ربي وبصحه جيده ان شاء الله. المهم اليوم الفيديو ديال اليوم غيكون عباره عن شنو حضرت المغرب، الفطور ديال المغرب. ملي بدا رمضان ما درتش فيديو بحال هكا في يوميات رمضان ولا شي حاجه. المهم لحقاش اصلا كنت حطيت جوج ديال لي فيديو ملي بدا رمضان، فما كنبغيش نكثر لي فيديو لحقاش اصلا القناه باقا صغيره والمشاهدات باقي لا باس بهم، فيعني شويه بشويه. المهم اليوم غادي نحضر معاكم لي كريب حلوين، وغنحضر معاكم معقوده بواحد السر النجاح ديالها باش كتجي بحال شكل المطاعم. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم وكنتمنى يفيدكم الفيديو. المهم كنشكركم بزاف 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 على التفاعل ديالكم وعلى الكومونت ديالكم وعلى لي لايك. شكرا لكم بزاف، كنبغيوكم بزاف وخليكم معايا ما تمشيو فين. غادي نبدا اول حاجه بلي كريب. المهم حطيت المقادير هنا باش نوريهم لكم، حطيتهم كيف ما هما فيا، ما يزين ما يزوق ما يحط في الطباسل. المهم كيف ما كتشوفوا معايا غادي نحتاج الخل، الحليب، رشه الملح، وهنا عندي سنيده وجوج ديال البيضات، وغادي نديروا كلشي في الخلاط الكهربائي. المهم انا نوريكم شحال غادير ديال الحليب. بالنسبه للحليب انا عندي هاد الكيسان صغار، فغندير منهم جوج كيسان. بالنسبه اللي عنده الكاس كبير ديال اتاي العنبه يدير كاس، وكاس الا ربع ديال الدقيق. انا غندير جوج كيسان ديال الحليب وغندير كاس وشويه ديال الدقيق باش نحاول نجيب العبار هو هذاك. غنزيد كوب ديال الدقيق، غنزيد عليه شويه ديال الدقيق وصافي. غندير البيض، بسم الله، غندير رشة الملح، وغندير معلقة ديال السكر، وغندير شوية ديال الفاني، نحلها راه ندير هي شويه بحال هكا ديال الفاني باش يعطيني النسمه، وغندير شويه ديال الخل بحال هكا، وغنخلط كلشي. من بعد كنديروا الزيت في مقله بحال هكا. المهم كنديروها غير اول مره، كنحاولوا نوزعوا الزيت على المقلات كامله. بالنسبه لي كريب راني نسيت ما درتش الزيت، زدتهم حتى زدت حتى الاخر، نسيت ما وريتها لكمش. المهم كديروا ثلاثه المعالق كبار ديال الزيت، كديروا بحال هكا وكتشعلوا عليها البوطا، ومن بعد غير كتسخن كتبقاو تحطوا. من بعد نضيف بحال هاد الكميه، نحاول نوزعها على الماكلات كامله. المهم غير كتشد راسها من الفوق شويه كنقلبوها كتجي بحال هكا. المهم اول وحده دائما كتجي ما مقاداش، ما عرفتش علاش ديما اول وحده كيتلهو فيها الشناتيف وما كتصدقش هي هذيك، ولكن راه اللون زوين وصدقات. كيف ما كتشوفوا تحمرات وجا اللون بالشكل ديالها زوين. المهم غنكمل الباقي وخليكم معايا. بالنسبه للكريب ديالي بعد ما طابوهما هادو صراحه كيجيو زوينين،
المهم خرجت لي، هي خرجت لي 6 تاع الحبات وواحد الحبه. فاش كنت كنقلبها ضاعت لي، بقاو لي 5 د الحبات. فاش تبغيو تقلبوا خاصكم تخليوها حتى تنضج مزيان من الفوق، يعني تشد راسها عاد تقلبوها. لحقاش اللي كانت باقا شويه ما شاد راسها غير كتجي تقلبوها كتخسر لكم. المهم هاد الكميه اللي عطيتكم عطات بحال عطات هاد الشيء اللي خرجات. الا بغيتو اكثر يمكن لكم تضوبلوا الكميه. المهم انا دابا غادي ندوز باش نحضر معاكم معقوده، وهادو حتى يقرب وقت الافطار وعاد ديك الساعات ندير لهم الحشوه ديالهم. بالنسبه للمعقوده ديالي غنديرها بالفرماج. غادي نحتاج غندير هاد الكميه البطاطا، يمكن لكم تكثروا يعني بطاطا على حسب عدد الاشخاص. وهنايا غندي جوج حبات الفرماج والربيع ثومه، وهنايا كاين كركم، كاين الابزار وسكينجبير، الكمون، شويه ديال الزعتر غير تنفحه، وزريعه ديال القزبر، وهنايا موتزاريلا. خليكم باش نوريكم الطريقه. المهم دابا غادي نحاول باش نقطع نعجن هاد البطاطا مزيان، ونضيف اليها المكونات حتى تجلي مزيان مع المكونات، وديك الساعات نوريكم الطريقه حتى الاخر، ونوريكم السر ديال النجاح باش كتجي مقرمشه وكتجي بحال شكل ديال المطاعم. المهم كنضيف المكونات كامله، ونسيت ما قلت لكمش الملحه. هاد النهار اثر فيا الصيام مزيان، لاباس ملي كنتفكر حتى لاخر لحظه. المهم غنضيف المكونات صافي، غادي نحاول باش انني نمزجهم كاملين مع هاد البطاطس ونمسها مزيان. بعد ما كنخلطوا العناصر كامله مزيان، كنبقاو نديروا كويرات بحال هكا على هاد الشكل ديال البطاطا، وكنحاولوا نديروا في الوسط حفيره، ونديروا شويه ديال الموتزاريلا لداخل. ونحاولوا نشدوا عليها مزيان بالبطاطا. كما كتشوفوا، ونحاولوا نبركوا عليها شويه بالكف ديالنا باش تجي بحال شكل قريصه على هذا الشكل صافي. ونخليوها تنكملوا البطاطا ديالنا كامله بنفس الطريقه. انا ساليتها، هذه هي الكميه اللي عطاتني داك البطاطا اللي حضرت معاكم. دابا غادي ندير واحد لاصوص، غنوجد معاكم واحد لاصوص اللي كتجي مرافقه لهاد البطاطا، كتجي زوينه. المهم كدير جوج معالق كبار ديال مطيشه الحك، وفص ديال الثومه حكيتو، وشويه ديال الربيع، كنديروا شويه ديال الكمون، شويه من الكمون، وغندير شويه ديال الزعتر. اللي ما كيعجبوش الزعتر بطبيعه الحال ما يقد ما يديروش، غير باش ينستملي قليل فقط. وندير الملحه، وغندير هاد لاصوص حار، يمكن لكم ديروا لاصوص دار اولا لاصو اولا الهريسه اولا اي صوص، مهم غير باش تنسمني بالحاره. صافي غندير معلقه، وغندير شويه ديال الزيت وشويه ديال الماء، ونردها فوق البوطه شويه غير على ما تطلع فيها الغليه، وصافي وغادي تكون جاهزه. نضيف قليل من الزيت، كنضيفو لها الماء كتولي على هاد الشكل، كنحركوها حتى تغلي واحد شويه، وديك الساعات نحيدوها. المهم بالنسبه
البطاطا ديالنا معقوده ديالنا فين غادي نديرها؟ غنديرها في الطحين. هذا هو السر اللي قلت لكم باش كتجي بحال المطاعم، كيديروها في الدقيق مع شويه نص معلقه ديال الخرقوم، نص معلقه التحميره غير اللون ومليحه. وغادي ندير خميره معجونه زعما دقيقين غندير حتى هي بحال هكا، والماء يكون دافي ما يكونش سخون بزاف باش تخلط هادشي. هادي بحال هكا، المهم تتحصلوا على واحد القوام انا غنوريكم. ومن بعد كتخليوها تخمر شويه، هادي وتخليوها تخمر، تغطيوها بابي سولوفان تخليوها تطلع شويه، ومن بعد كدوزوا فيها بطاطا وكتقليو. هادي كتخلي باش الزيت ما كتشربش، كتخليكم بطاطا ما كتشربش الزيت، وفي نفس الوقت كتجي مقرمشه وبحال الشكل ديال المطاعم. المهم خليوها على هذا الشكل. دابا نوريكم شنو غندير في الحشوه ديال هاد هاد النهار. ما عرفت مالي الهضره كتمشي لي، واخا انا ديما كتمشي لي الهضره. شنو سميتو؟ شنو سماهم الله هادو؟ الله مشات لي سميتهم لي كريب. المهم غادي ندير الشكلاط، غندير غير في النص، غندير الشكلاط نص ما غنديرش فيه. صافي غندير البنه الحقاجه غنطويها، نحاول ندير هنا طبقه ديال الشكلاط. صافي غادي نستف البنان ديالي بحال هكا، وغنسدي ليها بحال هكا، ونعاود نطويها على هذا الشكل. وكيجيو عامرين بالشكلاط والبنان، نحطهم في طبيصل نكملهم كاملين وندوزو لقلي بطاطس. المهم كتاخدو كويرات بحال هكا كديروهم في وسط هاد العجين، كيخاصهم تعمروهم بهاد العجينة شوية، يهزو شوية ديال العجينة بحال هكا بحال هكا. وتكونو درتو المقلاة تسخن فيها الزيت، تكون الزيت سخونة، ومن بعد تحطوهم وتقللو البوطة بحال هكا. المهم أنا ساليت هكا كيجي الشكل النهائي نتاع المعقودة. وهادي لاصوص ديالها، شد لي هكا باش نفتح شي وحدة. شوفو كي جات، راه مزال ما فتحت حتى شي وحدة. نشوف كي كتجي من الداخل، راه سخونة هاهي. هادي صرا الكاميرا كتجي معلكة من الداخل، يا سلام. وطايبة وكتجي مقرمشة، ديك الإبرة اللي من الفوق كتجي مقرمشة. دوقي شوفي خمس أسباب. وهادو لي كخيب زيتهم شوية سكاط، سكاط والبنان راني وريتهم شنو درت. صافي هادو البروات اللي كنت حضرت معاكم، والحريره ديالي اول رمضان كندير الحريره. المهم راه طلعت زوينه ياك يونس؟ طلعت واعره. وهادي الخبز، كون كانت صراحه الخبز المغرب ولا الباكيت غيجي معاهم الساندويتش احسن ديال هذا مع لاصوص ديالهم. المهم هذا هو الفطور ديالنا، راه بقات 5 دقائق وتود المغرب. خوت كاين بزاف اللي ما كيعرفوش واحد الطريقه كنديرها كتعجبني، كتجيبوا داك الروب يعني دابا مسوس، كديروا مع السكر ولا اللبن، كدير مع السكر وخلطوا كلو تشوفوا. ردوا عليا هيا المغرب كازيو الدم يلا بس كان باش راه كيصور هو حبس. المهم هي كتقول الله اكبر. مرحبا بكم معنا وفي هذا الشيوات اللي صايبتنا اشواق معقوله. كنتمنى يكونوا عجبوكم وتكونوا استفدتوا معايا من الطريقه. حنايا دابا غادي نبداو ناكلو. خليكم ورمضان مبارك كريم، الله يدخل عليكم بالصحه والعافيه ان شاء الله. امين يا ربي. ونخليكم فيديو واحد اخر ان شاء الله. باي باي. خليكم معنا باش تاكلوا شويه المعقوله.
هذه اللي بغيت ندوق واش زوينه باش نعطي الراي. والله اخوتي ما شهيتكم واه. هذا خصها خبز ديال المغرب مع الاسف عندنا الحمد لله كاين خبز الخبز اللبناني الخبز العربي ديال هنا ما تيكونش بحال ديالنا يعني مكرناش ديالنا مرة كنصايبو انا واسواق في الدار وصافي واخا كنبغي داك ديال الشميله عرفتي داك ديال العربيات هذا كاين كاين واحد الخبز باكستاني كيشبه له بحال ماشي بحال ديالنا المهم هذا زوين هذاك حسن هذا الخبز هذا يلا باي باي خليكم عارفين الجوع ما تنساوش ديروا سبسكرايب وتفاعلوا معنا اخوتي راه حنا محتاجينكم بزاف بيس